اشترك اثنان في مشروع بنسبة 50% لكل منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة بمساعدة آخرين بالأجرة، فهل يجوز له ذلك أن يأخذ راتبا شهريا بالاتفاق مع الشريك الآخر، أم أن هذا لا يجوز ويجب أن يأخذ نسبة مئوية من الأرباح نظير قيامه بمباشرة الأعمال الإدارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فإذا اشترك اثنان فأكثر في عمل من الأعمال التجارية وتولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة فلا مانع من ذلك، لأن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين في مقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على هذا أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح في مقابل هذا العمل. يقول لو لم يأخذ نسبة من الربح بل أخذ راتبا شهريا بصرف النظر عن الربح والخسارة، الذي نص عليه الفقهاء فيما اطلعت عليه أنه يأخذ في مقابل عمله نسبة من الربح. من الربح.